I equity X total real. بعد ما صار يلا ما راح تروح يلا لا بعد لا بعد ما راح بعد ما راح بعد ما راح اوكي كين ماستر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه فين قياما وقعودا وعلى في كل الاحوال في كل الاحوال مو اللي واقف على سجاده في الصلاه مو اللي يطوف حول البيت مو اللي يقرا تحت قبه الحسين مو يذكر الله بس ليله الجمعه لا قياما وقعودا وعلى جنوبه اوكي 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 تكتب بالمقدمه مثلك عقل وتعقل ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كملوا يا شيخ جو الايه قد حلو ربنا اننا مناديا ينادي ماوس واللي خلق الليل والنهار واللي خلقك انت وكونك ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا انك ابعد الصبح اذكرني بركعتين الظهر باربع ركعات العصر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء اثنين يجيك رمضان تصوم عندك امكانيه وقدره والطرق مفتوحه روح منك طلبات هذه الطلبات اذا لخصها هي خير لك فورس ميجا تايب ولا يريد بكم العسر يعني هاي المنظومه اذا تحضر نفهم من خلالها ريد فيرسيون Green. Green. جميل جدا بسم الله الرحمن الرحيم ألم فليب فليب يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ناشدهم عبادة الشيطان طاعة يمكن أنا العام اللي مضى كان
فليب عسكرين في الدنيا لا تتذكر معسكر الله واتباعه ومعسكر الشيطان الذين امنوا تذكرون العام لحظنا كم ليله احنا بنفس المكان يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا لحظنا العام اللي مضى لا تتذكروا بتفاصيل يعني القضيه مدروسه عند الله عز وجل يريد الله يهتم كلنا أول شيء كن نعرف ونشخص أي واحد اثنين من خلال عبادة الله العبودية لله أنك تحب العبادة تعشق العبادة تمارس العبادة أصلا من عبادة أن أعبد الله واجتنب الطاغوت لأن الطاغوت يبعدك عن عبادة الله خلنا نقرأ رواية الإمام الحسين وأجيب لك فرد حادثة جميلة جدا الإمام الحسين شو يقول؟ فداء أبا عبد الله يقول إن الله المفروض يكتب بمال الذهب المفروض يعلق المفروض ويا ريت الناس المؤمنة تتبع هاي الطريقة أكو أحاديثكم تكتبها وتعلق سأكتبكم عند هذا الذوق طبل للبيت معلق صورة طبل للبيت معلك آية طبل للبيت معلق هذا الذوق موجود بس اكو اشياء هم يا الرابل حتى تعلق هاي روايات اهل البيت تكتب كونوا تقرا دائما الامام الحسين يقول ان الله تعالى ذكره ما خلق الناس في روايه ما خلق الخلق الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه عن عبادة غيره اللي يعبد الله بعد ما يعبد غير الله ما يعبد الهين بنفسه ما يعبد الاثنين بنفسه ولذلك اعطيك هذا المثال اوضح لك اياه شوف الامام الحسين ايش قد دقيق ان الله تعالى ذكره ما خلق الناس الا ليعرفوه وما خلقت الجن والانس الا شوف ما خلق الناس الا ليعرفوه فاذا عرفوه شنو؟ عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده غيره افصل لك اياها بموقف اخلاقي اجتماعي احنا نبتلي بداية انت لما تصلي تعبد الله شفت شويه خلي بالك يا ابن لما تصلي تعبد الله لكن لما تاخذ غيبه تعبد منه لا مو تعبد الشيطان بعد اللي تغيرها لا انت من تاخذ غيبه تعبد هواك غيبه يونس نفسه انت خليعه ابليس Okay. Yes. موسى عليه السلام التقى بابليس التقى وياه بيوم من الايام قال له موسى سلام الله عليه قال له شو وقت السيطرة على ابن ادم؟ الانسان شو وقت السيطرة عليه؟ يعني ديب شلون تكبر العصا من الوسط؟ ديب شلون اسيطر عليه؟ قال له اسيطر عليه اتمكن من ادم اذا اعجب بنفسه اذا يشوف روحه بس هو بس شوف الى ميزه شوف الى اوكي يا ربي فرسيون اوكي نيارس لاير اوكي ديا واتساب يوم من الايام ما لا عجيب
الفيديوز. This video. Toritos. 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 ديب ديب اوكي فاست ديب فويس تو ديب يلا عبد الله بعد ما صار يلا شنو بعد ما صار انا بعد ما صارت ساعه هسه شويه دقيقه دقيقه قدم الناس انا ما اريدك تموت بهالحاله غرقان وجهي شوف تصوره ولا تدفع من قد ما اثر سلبي في نفوس الناس دقيقه عوفه وكل كان اداه لعبد الملك بن مروان كان يستخدم يلا ولك دروح حد يقول لك يلا يا معود اوكي.